طيب يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مرة أخرى على نهاية هذا الفصل الدراسي، وأحببت أعطيكم مسألة خاصة بفاينل إكزام، طويلة لكن ما هي صعبة، لكن أباكم تتجهزون فيها. المسألة هذه تتكلم عن بايب فلو بروبلم، احسب الفلوريت، والمسألة لامينار مش تيربلنت، عشان كذا أنا مركز عليها لأنه معظم شغلنا كان في التيربلنت، واللامينار شوية أهملناه. حلت أنا مسألة من قبل على اللامينار، دوروا لها يمكن في البلايليست بي، والآن في البلايليست سي. هذه حطيت فيها المسائل القوية والطويلة أو البروجكتات أو الفاينل إكزام بروبلمز. امشوا مع بعض يا شباب، نقرأ المسألة هذه، واللي أبغاه لو جاتكم في الامتحان مثلا تنطلق فيها مرتب، ولأنه ما في وقت وفيها تفاصيل كثيرة رياضية فقط. يقول لك جلسرين كثافته 1260 كيلوغرام لكل متر تكعيب، واللزوجة حقته 1.41 نيوتن سكن لكل متر تربيع. flows in a pipe with a sudden contraction، هذا هو البايب، في sudden contraction من 5 سنتي إلى كم؟ إلى 3 سنتي. قال لك البريشر at section A هنا is 800 كيلو باسكال أبسليوت، and at section B هنا is 150 كيلو باسكال أبسليوت، والمسافة من الـ A إلى الكونتراكشن 100 متر، ومن الكونتراكشن إلى النقطة B هنا ب 100 متر. أعطاك عبارة هامة جدا هنا، قال لك it is known that the flow is laminar in both pipes، يعني الألفا اللي بتكون في الانرجي equation حتكون ب 2. Find the volume flow rate اللي هي Q in meter cube لكل second. طيب كيف نفكر يا شباب؟ والله التفكير المنطقي يقول لي إن الـ Q ممكن أجيبها بواسطة حاصل ضرب الفلوسيتي عند أي من القطاعين، مثلا عند الـ A أو عند الـ B، وأضربها في الأريا at that section. الأريا معروفة لأن الديامترز معروفين، لكن الفلوسيتي كيف أجيبها سواء VA أو VB؟ لو سألت أطرف واحد منكم بيقول هذه straight forward problem يا دكتور، تجيبها عن طريق تطبيق energy equation ما بين section A و section B. أقول له جزاك الله خير كلامك سليم، هذه هي energy equation قدامكم، وظهرت velocity سواء in section A أو velocity at section B. نمشي نبسط فيها يا شباب، الألفا A ب2 والألفا عند section B ب2، والليفل زي بي هنا، الليفل هنا والليفل هنا زي بعض يتكنسلون. هيد اوف ذا بامب الزيرو وهيد اوف ذا تيربن الزيرو. الان ابسط انقل الفي اي على اليمين، بينما البريشر ات ستيشن بي انقله على اليسار، واعوض مباشره بي اي ب 800 كيلو باسكال اهو، وبي بي ب 150، واخذت الكيلو باسكال برا، هي 10 تو ذا باور 3. وخلكم منتبهين لا تغلطون زي غلطتي، انا على طول عمياني عوضت ب 9810 لان شغلي معظمه مويه، فافتكرت ان الدنيا كلها مويه، بينما الراجل كتب لي جلسترين وهذا سبب لي صداع وتعب، ماني عارف وين خطأي في النهايه. طلعت ايش؟ مساله بسيطه جدا. المهم يا شباب، اخذت انا التيرم هذا حق الفلوسيتي وديته على اليمين، ولاحظوا ان الاثنين راحت مع الاثنين هنا، وايضا الاثنين هذه راحت مع الاثنين اللي اسفل، وبقي عندي الهيد لوس. خلاص خلوني أبسط هذه وتطلع لي ب 52.586، هذه equation 1 فيها كم؟ ثلاثة متغيرات، velocity at A والvelocity at B والhead loss. طبعا الvelocity B والvelocity A أقدر أجيب بينهم relation بواسطة الcontinuity، سهلة ما عندي مشكلة. والhead loss كلكم تعرفون أنه مكون من جزئين، major losses وminor losses. نحط لنا خط ونكتب الhead loss الآن، زي ما أنتم شايفين هذا هو الميجر لوسز في السكشن A، وهذا الميجر لوسز في السكشن B. واما بالنسبة للماينر لوسز فما فيه الا واحد ماينر لوس نتيجة للكونتراكشن، وهذا هو اللوس كوفيشنت اوف ذا كونتراكشن، وسيكون دالة في الانحف من البايبين، هذا هو الانحف اللي هو V، اللي السرعة فيه بتكون VB سكويرت على 2G. الآن احتاج اعوض يا اخوان، فالطول حق الـ LA بكم؟ ب 100، والديامتر في بايب A is 0.05 متر، وبالنسبة لسكشن B هنا او الجزء الثاني هنا باخذ الـ velocity B squared على 2G عامل مشترك،
والاف بي الى الان ما اعرفه، بحطه هنا. الطول بمية زي ما انتم شايفين، والديامتر بثلاثة سنتي اللي هو 0.03، بينما الكي سي اوف ذا كونتراكشن، اللوس كوفيشنت اوف ذا كونتراكشن، حتلاحظ انه ايش قيمه ما بين قيمتين في الجدول، حتسوي لك شويه انتربوليشن. خلاص كذا صار عندي معادله رقم 2، اوكي، وهذه المعادله رقم 1. بقي اني لو قدرت اجيب علاقه ما بين الفي بي والفي اي، خلاص اقدر احل الان. الريليشن اللي ما بينهم حتكون بواسطه ايش؟ الكونتينيتي ايكويشن، او الفلو ريت ات ستيشن اي حيساوي الفلو ريت ات ستيشن بي. الاريا ات اي حتساوي باي في مربع الديامتر على 4، والاريا ات بي باي في مربع الديامتر على 4. الباي على 4 تروح مع الباي على 4 وتصفى لي هذه القيمه. سوي حسبتك تطلع لي الفي بي هذه تساوي 2.778 VA. ممتاز جدا، فبشيل هذه واحط بدلها الرقم هذا، لكن بعد ما اربعه. والان بقي علي اني اجيب الفريكشن فاكتور فقط، هنا وهنا، وخلاص اعوض في معادله واحد ويصير عندي مجهول اللي هو السرعه في اي. طيب يا شباب، الفريكشن فاكتور في حاله اللامينر ايش حيساوي؟ حتقولوا لي ما نحتاج نروح للمودي تشارت ديجرام، احنا نعرف ان الفريكشن فاكتور حيساوي 64 على رينولدز نمبر اي اللي هو هنا. جميل جدا. طيب رينولدز نمبر ات بوينت اي هنا حيساوي الفيلوسيتي في الدايمتر على الكينيماتيك فيسكوسيتي، لكن ما اعطاني الكينيماتيك فيسكوسيتي، اعطاني الدايناميك، لكن برضو اعطاك ايش؟ الدنسيتي. فتقسم الدايناميك فيسكوسيتي على الدنسيتي يطلع لك الرقم هذا، تحطه هنا، والدايمتر ات اي ب 0.05 متر، سوي حسبتك يطلع لك هذا الفريكشن فاكتور في البايب اي هنا. طيب وبالنسبة للفريكشن فاكتور في البايب بي 64 على رينولدز نمبر في البايب بي، ونفس الطريقة في بي دي بي على الكينيماتيك فيسكوسيتي، الفيلوسيتي في ذا بي تصير هنا، والدايمتر 0.03 والكينيماتيك فيسكوسيتي اب ستيرز هنا، عوض تطلع لك هذه هي النتيجة. جميل جدا. ايش تسوي الان؟ اباك تشيل هذا الحد اف اي وتحطه هنا، واباك تشيل هذا الحد وتفين وتحطه هنا، اوكي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اهو لاحظ الان انت 1.432 هذه هي، شوفها صارت هنا، وبالنسبه للاف بي اهو صار 0.859 على في اي. الان الرقم هذا كله اصبح 145 في الفي اي، وقلنا ان الفي اي واحده منها طارت مع المقام هنا. 0.27 لما ينضرب في الحد هذا كله يطلع لي 0.106 في اي سكويرد. الحد هذا لما ينضرب في الحد هذا تطير لي الـ VA واحدة مع VA من أسفل ويصفى لي 1127. الآن تجمع 1127 مع 145 تطلع لك 1272 VA زائد 0.106 VA سكويرد. الآن أنا جاهز أعوض فين؟ في معادلة واحد، هشيل الهيد لوس وأحطه بدلالة الـ Velocity at Section A، لكن برضو الـ VB هنا حشيلها وأحطها بدلالة مين؟ بدلالة الـ VA. تذكروا الآن أنها كانت تساوي المقدار هذا. بسم الله، أهو شفتوا؟ الـ Velocity at Section B squared حتساوي 7.72 في VA squared، أوكي؟ والـ Head Loss أهو جبته هنا، هذا هو 1272 و 0.106. الآن اطرح واحد اللي هو minus 1 هنا من 7.72 واقسم على الجي يطلع لك بكم؟ 0.685، 1272 زي ما هي، وهذا بالتربيع زي ما هو. اجمع لي هذا مع هذا الآن يطلع لك كم؟ 0.791 في اي سكويرد، 1272 هي هي. جيب ال 52 من اليسار وحطها على اليمين تصير بالسالب. هذه معادلة من الدرجة الثانية. اطلب من الكالكوليتر حقك سولف يطلع لك جذرين، واحد منهم سالب ما لك علاقة فيه لأنه غلط، ما في سرعة بالسالب، وتطلع لك السرعة الثانية بالموجب. هذا هو الحل حقي ب 0.0413. خلاص تضربها في الاريا ات سكشن اي. الاريا ات سكشن اي هذه هي باي على 4 في مربع الديامتر اللي هو 0.05 سكويرد، اهو يطلع لك 8.11 في 10 تو ذا ماينس 5 متر كيوب بير سكند. زي ما انتم شايفين مسألة طويلة شوي بسبب الكونتراكشن اللي فيها، غير كذا يبغى لها بس تركيز، وتؤكد هذه المسألة على انه لما يكون عندنا لامينر فلو
وأراد الكيو، فدائما حتطلع لنا معادلة كوادراتيك، معادلة من الدرجة الثانية فيها جذرين، جذر سالب يعني هذا غير واقعي، وجذر موجب هو اللي ناخذه. إذا حسيت يا شباب أنكم استفدتوا، أرجو أنكم ما تنسوني من الدعوة الصالحة بظاهر الغيب. أشوفكم على خير إن شاء الله في مسألة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.